السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج حكاية على الهوى. ويسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن يكون معي المستشار خالد عبد الصمد. وزي ما أنتم متعودين علينا أن احنا بنتكلم في مواضيع هامة جدا تفيد المشاهد، ولكن في هذه الحلقة معانا موضوع مهم جدا جدا، وأكيد أنت شفت من العنوان كيف نتعرف على أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نذكر كل الصفات الكريمة: الكرم والصدق والصبر والعدل والعفو والرحمة والحلم والشجاعة والتواضع. وكانت كل هذه الصفات لونا جديدا لم يعرفه العرب بل العالم أجمعين، لم يكن للاستقلال أو للمباهاة أو لاجتلاب المادحين، بل كان في سبيل الله وابتغاء مرضاته، كان في حماية الدين، وكان يعطي العطاء الجزير. ويشرفني وأسعدني أن أكون معي المستشار خالد عبد الصمد، ونتحدث النهاردة في هذا الموضوع الجميل اللي كل المشاهدين مستنيينه. وياريت نبتدي بتعريف الموضوع: كيف نتعرف على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه عليه. تحدث القرآن عنه فقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحدث صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صفاته قبل البعثة: الصادق الأمين. حتى أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءته تباشير الوحي أخذته إلى ابن عمها ورقة، ثم قالت له: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، وعددت مكارم أخلاقه، فقالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ومعنى هذا أنها صفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، أو كما قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومعنى تحمل الكل أي تحمل العاجز وتبلغه غايته وتقضي حاجته، وتكسب المعدوم الذي لا شيء له مطلقا. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى أن أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وفي رواية: كان خلقه القرآن. وصفته سيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها فقالت: لم أجد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تحدث أنس خادمه فقال: كان رسول الله أحسن الناس خلقا، خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا ولما تركت هذا. حتى أنه هناك لطيفة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجاته، وكان صبيا فوجد الصبيان يلعبون فنسي ولعب مع الصبيان، فلما تباطأ على رسول الله خرج يلتمسه فوجده يلعب مع الصبيان، فأخذه من قفاه بمسكة فيها لطف وقال: يا أنس اذهب لما أمرتك، ولم يقرعه ولم يفزعه ولم يضربه. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ناخذ اتصال استشار خالد. معنا اتصال الأستاذ محمود سلمان من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ حسام؟ الحمد لله يا أستاذ محمود. ازيك يا وبرنامج فعلا بتاع حضرتك برنامج مشيق جدا، وبننتظره من الأسبوع لأسبوع بفارغ الصبر. ربنا يكرمك. الله يبارك لنا فيك يا أستاذي. وتحياتي للمستشار خالد. الله يبارك في حضرتك. أهلا بيك. الله يبارك فيك. يعني أنا عايز أتكلم على أخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وطبعا ديت حاجة مش سهلة، ولكن للأسف احنا كمسلمين ما فيناش 1% من الأخلاق دي. يعني أقول لك على الكذب مثلا، يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ودي دلوقتي أكتر حاجة منتشرة هنا بين المسلمين، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: حطت جميع الخبائث في بيت ومفتاحها الكذب. ف يعني انا وقعت في مشكله بتاع كذب، ناس وصلوا لناس ثانيه عني كلام كذب، والكلام دوت ما حصلش خالص. فيعني يا ريت سيادتك تكلمنا
على عقوبة الكذاب في الدنيا وفي الآخرة. عقوبة الكذب. الكذب. في الدنيا وفي الآخرة. تمام. لأن دي حاجة ما هي سهلة. الكذب يعني ممكن يؤدي للفتنة، والفتنة تؤدي للقتل. حقيقي. طب أستاذ محمود، في أي سؤال تاني غير عقوبة الكذب في الدنيا والآخرة؟ لا، الله يبارك فيك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا أستاذ. شكرا أستاذ محمود، خليك مع المستشار هيرد عليك دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونحن نتحدث عن أخلاقه، نظمت فيه حبيبي صلى الله عليه وسلم أبياتا: أبجد هوس حبي لطه، حياة القلب وما أحلاه، حطي كلم كلمة حق قد جلاها، نورك شمس وسر ضحاها، يا مبعوثا شمسا قمرا من إلاك يكون سناها. الحق يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا كذابا. وآيات المنافق كما قال النبي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذه هي صفات الكاذب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحق تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يكن كونوا من الصادقين، لكن قولوا مع الصادقين، معية. المرء على دين خليله، فإن لم يرد أحدكم من يخالل. ولذلك قال النبي عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: حسن الخلق والبر. وأكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. تمام. الفم والفرج. تمام. والحق تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى من يخفي في نفسه غير ما يبدي للناس، الحق يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الكذب ده مستشار خالد ليه توبة؟ نعم، ليه، أكيد ليه توبة. طالما الروح تدب في الجسد فباب التوبة مفتوح. لو الروح راح والقلب والضمير مات، إلا أن يؤخذ. والنبي قال: من علامات الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة، الفجاءة فجأة. فهل أنت على استعداد أن تسير على هذا النسق، تكذب وتفعل وتظلم، وأنت في أمان من أن يأتيك ملك الموت؟ يقول النبي: إن ملك الموت أعرف بكم من أنفسكم، ينظر أحدكم في اليوم 5 مرات، متوافقة مع الصلوات، متوافقة مع الأحوال. فمن كان على طاعة فجاءه في الصبح وهو طائع لله، الظهر طائع لله، المغرب، العصر، المغرب، العشاء، هكذا. فإن كان على غير حال من طاعة وهدي، أخذ والعياذ بالله دون أن يبدي أو أن يوصي أو أن يتوب. يعني نقدر نقول للكاذب مستشار خالد عاقبته وخيمة، إن يلحق في الدنيا ويتوب. في الدنيا اشتهر عنه ولا يصدق، ويقفل كتاب الكذب ويفتح صفحة جديدة وليتب إلى الله. مع السلامة. طيب معنا اتصال تاني. الأستاذة دينا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا استاذ دينا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا مش عارفه احييكم واشكركم على ادائكم الرائع، ولا تلقائيتكم، ولا طريقتكم المبسطه، ولا وشكم البشوش اللي تحس بيه بيوتنا وقلوبنا قبل بيوتنا. قدرتوا تكسبوا كل المشاهدين، كل فئات بتتفرج عليكم، كبير وصغير، غني وفقير، متعلم ومش متعلم، بطريقتكم البسيطه قدرتوا تكسبوا قلوبنا. وبينا بنستنى من اسبوع لاسبوع عشان نتفرج على الحلقه بتاعتكم. احنا عايزين البرنامج يبقى يوم اسبوعي. الله يبارك فيك. شكرا شكرا يا استاذه دينا. في سؤال؟ طيب سؤالك يا استاذه دينا. انا اول حاجه بقى يعني عايزه احييكم عليها وبنحني لكم احتراما. موضوع الحلقات وابداعكم في اختيار موضوع الحلقات، وحلقه النهارده مميزه عن كل الحلقات. احنا طبعا اقل بكتير ان احنا نتكلم عن اخلاق وحسن سيدنا محمد. احنا لو اتكلمنا عليه مش هتكلم عن التواضع، ولا ان هو الصادق الامين، ولا هتكلم عن اخلاقه. يعني لو اتكلمنا مش هحتاج حلقات، احنا محتاجين عمر.
أكيد. بس بما اني من النساء فانا هتكلم، لانه استوصى بينا خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا، ما اكرمهن الا الكريم وما اهونهن الا اللئيم. فانا بقول الكفايه لقم بقى، احنا مش عايزين رجاله لئيمه خالص، احنا عايزين كرم كرم الرسول، وعايزين كلنا نقتدي بقدوتنا ويكون قدوه حسنه لينا كلنا وللرجال بالذات. يعني يا ريت، انا دلوقتي في المجتمع دلوقتي او في وقتنا الحالي للاسف بنبعد عن صفاته الحسنه، بنلاقي الاب شديد جدا، ما فيش حنيه على بنته، بحجه ان هي تفضل هيبته في البيت بالشخص والنطر ويحافظ على هيبته، ان هو مش عايز يصاحبها، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقبل جبين السيده فاطمه وكان احن الناس ليها، كان بينحب، كان بيشيل احفاده على ظهره. فانا ما شفتش احن منه او ما سمعناش عن احن من كده. تلاقي الاخ شديد على اخته، تلاقي الزوج مكشر ومش بيدخل السرور على اهل بيته، صوته دايما عالي، عامل في السيد مشغول، مع ان رسولنا اللي كان بيبقى مشغول بهموم امه كان بيفضي وقته لزوجاته، كان بيلاعب زوجاته، كان بيسابقهم، كان بيساعدهم في شغل البيت. يعني يا استاذه دينا، يعني انا شايف انك انت بتقولي يا ريت ان احنا في حياتنا العمليه نطبق اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. عايز بنته تبقى فاطمه فيكن لها محمدا، لو كل زوج عايز مراته تبقى عائشه فيكن لها محمدا. صلى الله عليه الصلاه والسلام. حضرتك الاقرب لقلب المشاهدين واكثر قبولا. انا بتمنى ان انت تنصحهم ازاي يقتدوا بصفات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. طب من قبل ما انهي المكالمه معاك يا استاذه دينا، انت فتحتيها باللئيم، متهيألي انت باللئيم واللقم. ربنا يبعدنا عن كل اللقم. ماشي، متشكرين يا استاذه دينا، شكرا. يعني هو لمست مشكله كبيره في اوساط المجتمع المسلم والعربي والمصري، واساسها عدم الالتزام بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، وفي رواية أهله. كان يلاطف الأطفال، كان إذا دخل المدينة يمشي في المدينة يلتقي بأطفال المدينة فيجلس على ركبتيه ويقول: أتحبونني؟ فيلتفون حوله ويقول: نعم نحبك يا رسول الله. فيقول: وأنا كذلك أحبكم. كان يقول لفاطمة: يا أم أبيك. كان يلاطف نساءه وينزل إلى مستواهم في التفكير. روى الترمذي في جامعه أن النبي جمع نساءه في سمر والسمر، حديث بعد صلاة العشاء، فحدثهن حديثا فقلنا له إن هذا حديث خرافة، لم يستطعنا أن يتحملنا هذا الحديث ويفهمنه. فقال النبي ولم يغضب، قال: أتدرون ما خرافة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن خرافة رجل من اليمن من قبيلة تسمى عزرة، اختطفته الجن فلبس عندهم سنين فتعلم ورأى من أحوال الجن، ثم رده إلى الدنيا إلى الأرض، فحدث الناس بما رأى من أحوال الجن، فقال الناس: حديث خرافة. ومع تباعد الأزمان نسي الناس الواقعة وبقي المسمى استحالة التصديق، يقال حديث خرافة. ممتاز. هو النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حتى أنه لما نزل عليه قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال لسيدنا جبريل عليه السلام: يا جبريل، أنا لك شيء من رحمتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: يا جبريل، أنا لك شيء من رحمتي؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت قبل ذلك أخاف العاقبة كإبليس. كان طاووس الملائكة فتكبر فمسخ وطرد ولعن، فلما نزل عليك قول الله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أمنته ونعم بالله، أمنته رحمته بالملائكة، رحمته حتى بالحيوانات، عندما قال: دخلت النار امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، الحديث مشهور. ودخل رجل الجنة في كلب سقاه. كان يمشي فإذا عمير أخو أنس يبكي، كان عنده طائر اسمه النغير مات، عصفور، فأخذ يلطفه وقال: يا عمير، كيف فعل النغير؟ يلطف الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير خلق الله، أحسن الناس أخلاقا. وكان من دعائه: اللهم كما أحسنت خلقي أحسن خلقي. يا ريت نوصل للمرحلة. وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم.
ماشي يا مستشار خالد، ناخد اتصال اتفضل. تاني. الاستاذ صلاح من القاهره، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا وسهلا وسهلا استاذ صلاح، اتفضل. ازيك يا كابتن المستشار؟ اهلا بحضرتك، ازيك؟ اهلا وسهلا. انا عايز اقول يعني من طبعا صفات الرسول كتيره جدا جدا جدا، ومن احدى صفات الرسول عليه الصلاه والسلام هي الصلاه الامانه. الايه؟ الامانه اللي هي الامانه. 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 طبعا الأمانة ده صفة اللي هي مهمة جدا. رفضت الجبال والسماوات والأرض حملها. والأمانة مقصود بيها إن هي الصدق والإخلاص في فعل الشيء والوفاء بالعهد والثبات عليه، وحافظ الإنسان على جوارحه من الحرام. أكيد. بدلا من الناس أن تكون يدا في يد ويدا واحدة، أصبحوا يدهم في جوب بعض. يعني ما فيش امانه في المال ولا في القول، البائع يغش في الميزان ويحلف باغلظ الايمانات وهو كاذب، واغلب الناس في اعمالهم لا يؤدون الامانه وغش وتدليس. قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من غشنا ليس منا. اكيد. عايز من سياده المستشار التنويه على صفه الامانه، وهي صفه من صفات رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فيها الصادق الأمين. والناس يكتظوا بهذه الصفة عشان في كل أعمالهم. على فكرة أستاذ صلاح، يعني أنت جبت صفة من أهم الصفات. هي كل الصفات مهمة، بس صفة الأمانة دي متهيألي مفتاح اللي بتخلي البني آدم يمشي مستقيم في حياته الباقي كله. عامة أشكرك يا أستاذ صلاح، ومستشار خالد هيرد عليك ويديك نبذة عن موضوع الأمانة. كما قدمنا صفاته صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ننزل عليه الوحي، الصادق الأمين في مجتمع كان فيه ما فيه من مخالفات وفجور وعبادة أوثان وشرب خمر ولعب ميسر واعتداء على الأعراض ومخالفة الأعراف، حتى أنهم صنعوا حلف اسمه حلف الفضول. قال النبي: أول ما حضرت في الجاهلية وأحبه حلف الفضول، وهو حلف يجتمع فيه على نصرة المظلوم. والحق تعالى عندما ذكر في آيات القرآن في آل عمران قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. تقرأ من أنفسهم، منهم يعرفونه صادق أمين، من أنفسهم من أشرفهم وأحسنهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وكانوا من قبل في ضلال مبين. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من غشنا فليس منا. عبارات بسيطة ولكنها نبراس نسير عليه. وعندما نزل جبريل عليه السلام يعلم الناس أمر دينهم وسأله: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة مقام الإحسان. مقام الإحسان. إن استترت من الناس كيف تستتر من الله؟ والله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لو استحضرنا جميعا في معاملاتنا مقام الإحسان، ما عصى إنسان وما ارتكب وما خالف ولكنها النفس، كما قال الإمام علي: إن ابتليت بأربع ما سلطوا عليه إلا لشقوتي وهواني، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل كلهم أعدائي. نتخلق بأخلاق ياسين صلى الله عليه وسلم: يا ياسين أنت أمين رحمة رب العالمين، حبك حب الله بنص يتلى فينا ليوم الدين، قال الله لموسى لتصنع، أما حبيبي نن العين. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أحسنت والله دكتور خالد. دكتور خالد، أنا عايز أسألك برضو حاجة مهمة ليا وللسادة المشاهدين، إن إيه النصيحة إن إحنا يعني أو إزاي الطريق اللي المفروض أي واحد قبل فوات الأوان ان احنا نطبق اخلاق رسول الله في حياتنا العمليه، مش لازم نفضل نسمع وبعدين يعني حياتنا اليوميه عامه يعني. بس ممكن ناخد اتصال الاول. اتفضل. الاستاذه سناء من القاهره صديقه البرنامج. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسام، اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله، والله نعمه وفضل. المستشار خالد، ازي الصحة؟ الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. يعزك يا رب. الحمد لله. ربنا يجازيكم خير يا رب على كل اللي بتعملوه وعلى مواضيعكم الجميلة الحلوة. امين يا رب، يكرمنا ويكرمكم. امين يا رب. الرسول عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة كان والسلام. قلبه طيب وحنين ومتسامح وعطوف، نعم. وكان بيسامح رغم الأذى اللي كان بيتعرض له، لدرجة إن هو سامح اليهودي اللي بيرمي له الزبالة قدام الباب، وسأل عليه لما مرض. ولكن في الوقت ده إحنا ما عندناش تسامح، ودايما في مشاكل وكسر خاطر وتجريح ومشدات، لدرجة إن أنت بتقلق من تسامح الناس، من بعض الناس دي بسواد قلوبهم وكرههم للناس. الواحد بيخاف إنه يرجع للناس دي تاني، فيعني الواحد مش عارف يرجع لهم ويسامح ولا يبعد عنهم ويتجنبهم. نعم. طيب أنا كده شكرا يا أستاذة سناء. هو السؤال بتاعها واضح يعني متهيألي فيه. نعم. هنا أجد أمامي أنوار حلمه صلى الله عليه وسلم واحتماله وعفوه مع القدرة وصبره على ما يكره، وهو القائل من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه أتى الله به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وخيره من الحور عندما يشاء. روى ابن جرير الطبري في جمع البيان في تفسير القرآن وابن أبي حاتم في تفسيره أنه لما نزل قول الله تعالى على نبي الآية 199 من الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال يا أخي يا جبريل ما تأويلها؟ ما معناه؟ قال لا أدري حتى أسأل العالم. ثم نزل وقال يقول لك الرب تبارك وتعالى أن تصل من قطعك، يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تصبر على ما أصابك. صبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تصبر على ما أصابك. في غزوة أحد كسرت رباعيته النبي وضرب على ظهره بعتق السيف وشج وجهه ونزل الدم منه، فشق ذلك على الصحابة فقالوا هل دعوت عليهم؟ قال لم أبعث لعانا وإنما أنا رحمة ربه قومي فإنهم لا يعلمون. حتى أنه ورد أنه كان يضع يده حتى لا يسقط دمه على الأرض فقالوا يا رسول الله، قال خاب قوم أدموا نبيهم لو سقط دمي على الأرض لأخذهم الله أخذا شديدا. ما شاء الله. رحمة للعالمين. حتى أنه في غزوة ذات الرقاع رجع الصحابة مجهدين أرضه شديدة، حتى أنهم كانوا يضعون على أقدامهم القماش فسميت ذات الرقاع، ودخلوا وادي الأشجار فكل الحر جلس تحت ظل شجرة قائلا، ومعنى قائل لغة يعني نائم، نحن بعيدين وكل البعد عن نعم قائلون. فوضع النبي سيفه علقه في فرع شجرة وقال قائلا يعني نائما، فجاء غورث بن الحارث وقد أراد أن يفعل شيئا توعد النبي فأخذ سيف النبي والنبي نائم وجعله سلطا، أي أخرج السيف من غمده وجعله على رقبة النبي، فانتبه النبي وهو القائل صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. ما شاء الله. تنام عيني لأن قلبه متصل مع الله على طول صاح. نعم. فقال له غورث من يمنعك مني؟ السيف على رقبة النبي. فقال النبي بلسان المؤمن الكامل الإنسان الكامل الواثق الله، فارتعد غورث وسقط السيف فأخذه النبي وجعله سلطان على رقبته، ثم قال وأنت من يمنعك مني؟ فقال غورث متواضعا متذللا كن خير آخذ، فقال النبي عفوت عنك. أراد قتله. فذهب غورث إلى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس. يروي لنا أنس والحديث عند البخاري أنه كان يمشي مع النبي عليه برد غليظ الحاشية، يعني لبس صوف تقيل يعني، فجاء أعرابي فجبزه جبزة يعني شد كده من تلبيبه من رقبته وقال له يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك. يا الله، تخيل حضرتك قاعد مثلا في مكانك كده ويجي لك سأل لك اديني من فلوس اللي ربنا اللي عندك مش فلوس أبوك، هتعمل ايه حضرتك؟ يعني بإشارة كده كل الأعوان ياخدوه يخش المخزن. فقال النبي وقد أثرت الجبزة في صفحة عاتقه يعني في رقبته الشريفة احمرت. حدث له ما يحدث عند الاحتكاك الشديد. فقال النبي نعم المال مال الله وأنا عبده ويقاد منك يا أعرابي لما فعلت بي. فقال أعرابي لا. قال النبي لما؟ قال لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. يا سلام. فضحك النبي وأمر له أن يحمل على بعير تمر
وعلى بعير شعير. أين نحن من أخلاق النبي؟ والله الذي لا إله إلا هو يا أبر الناس وأقسط الناس، لو جاءه سائل فسبه لفعل به الأفاعيل. جريت ولو أخلاق النبي جزء صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، والسلام هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد. العفو والصفح إن شاء الله. جاءه زيد بن سعنة وقد اقترب منه النبي أوساقا من تمر أو شيئا حتى يعطي فقراء، جاءوا إليهم، فجاء زيد قبل ميعاد السداد. زيد بن سعنة من أحبار من كبار أحبار يهود، والحديث عند القاضي عياض اليحصاب الأندلسي في كتاب الشفاء بتعريف حكم المصطفى، فقال يا محمد أدني ما عليك، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل بتمطلوا وقد جربتكم. وأخلص القول للنبي، وكان عمر يجلس، فقال عمر أتقول له هذا وأنا معه؟ وأخرج سيفه، ثم قال لولا أني أخاف فوت رضاه لضربت عنقك. فارتعد زيد بن سعنة لما يعلم من أمر عمر، فقال النبي عمر يا عمر كنت أنا رجل أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن المطالبة وأن تأمرني بحسن الأداء. يا عمر ازد فاعطه وزده صاعا على صاعه لأنك رعته، يعني روعته خوفته. فذهب عمر مع زيد بن سعنة وأعطاه وزاده، قال ما هذه الزيادة؟ قال أمرني أن أعطيك لأني رعتك خوفتك. فقال ارجع بي إليه صلى الله عليه وسلم. قال لما؟ قال فلما دخل زيد بن سعنة والصحابة يجلسون قبل رأس النبي ويد النبي وقدم النبي، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال النبي حتى يعلمنا، ما حملك على هذا؟ قال يا رسول قرأت صفاتك في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فوجدتها كلها متحققة فيك إلا خصلتين. ما شاء الله. قال ما هما؟ قال لا يزيدك الجهل إلا حلما، ولا تجيب الجهل إلا بيسر، لا يزيدك جهل الناس عليك إلا حلما. ما شاء الله. صفة النبي الحق يقول له في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن. هي أحسن. إحنا فهمنا غلط. ادفع لا مش ادفع بالتي ندفع فلوس. لا. ادفع رد الإسابة الأحسن. صح. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما شاء الله. إنكم لا تكسبون الناس بالأموال لكن تكسبوهم بحسن الخلق. ما شاء الله. ناخد اتصال تاني مستشار خالد. معنا الاستاذ عصام من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله استاذ عصام. استاذ حسام انا بشكر برنامج بتاعكم، بس احنا كنا عاوزين الحلقه ديت يعني مش ساعه واحده ما تكفيش، مش نص ساعه اكيد ان شاء الله. وبعدين لما نتكلم عن اخلاق الرسول او سيره الرسول ده هي دي حياتنا طول يعني لحد ما نموت، واحنا مش هنخلص اخلاق الرسول ولا سيره الرسول. فريت الحلقه يعني وفرصه معانا المستشار خالد، انا مش هقول المستشار خالد، انا هقول الامام او الخطيب خالد لان هو جيد جدا في القران. فبنقول عاوزين نتكلم في الموضوع ده اكتر من حلقه علشان الناس تعرف. يعني انا عاوز اقول ان كانت من اخلاق الرسول ان هو ما كانش بيختاب حد، ما كانش بيختاب الناس أكيد. ولا بيخوض في اعراضهم اكيد، وكان طيب القلب، بيعطف بيوقر الكبير وبيعطف على الصغير، وكان صلى الله عليه وسلم يأمن بالقدر خيره وشره، وكان بيصلح بين الناس بالحق. فالحاجات دي كلها عاوزه كل يوم حاجه كده، كل حلقه حاجه وساعه. يعني انت عارف انا عاوز اقول لك ان الساعه ما بتكفيش، يعني احنا كنا المفروض ايه، احنا دلوقتي بقى البرنامج بتاعك بقى نص ساعه نستفيد منه من سيادة المستشار خالد ومن حضرتك. فياريت يعني عاوزينه باستفادة، لأن احنا دلوقتي حياتنا بقى بيطبق معانا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا جبريل قال له انت هتنزل بعد ما ماتي. فأنا قبل ما نقول ان هو قال للأسف طيب للأسف الخط قطع، بس رسالتك وصلت يا أستاذ عصام، وإن شاء الله هنحاول بجدية ان احنا يعني نطول الوقت ليكوا او نعمل وصلة تانية للحلقة يعني. نعم. نرجع تاني لموضوعنا. اتفضل مستشار خالد. يعني فعلا يعني نقدر او هل يجوز ان احنا في كل عمل وفي كل لحظه ان احنا نستفاد من اخلاق الرسول ونطبقها في حياتنا العمليه من ساعه ما بنصحى لغايه ما ننام؟ نعم. ولا في ناس اساسا ما بتفتكرش اي حاجه خالص و يعني مديها طناش زي ما بيقولوا. نعم نعم. المحب متبع. علامة الحب اتباع. علامة الحب اتباع. كما قال الله تعالى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع. نستيقظ على سنته عندما نقوم
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندما نتوضأ ونذكر الله، نصلي، نخرج من بيوتنا ونتوكل على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله تنحت عنه الشياطين. فإذا ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قيل له وقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. إذا نزل فقال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وكنت خير المنزلين، ذكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركب فقال بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين، ذكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما استفتح وذكر الله قال النبي كل عمل لا يبدأ بسم الله مقطوع الخير. إذا ما ولج وعاد إلى بيته فطرق الباب النبي يقول من دخل بيته فسلم حتى ولو لم يجد أحد فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إلا نفت الفقر عن البيت وعن الجيران. أكيد عندنا مقيلة بتتقال اختار الجار قبل الإيه؟ قبل الدار. قبل الدار أهو ده الجار اللي مطلوب، قبل الدار. جار مؤمن ذكار. فإذا ما ذكر عم الخير بيته والجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم نصحح مفهوم النبي وصى على سبع جار. لا نوقف بقى بعد إذن حضرتك والسادة المشاهدين يسمعوني. كان رجل في المدينة يشتكي من جاره والنبي يقول من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره. وفي الحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قالوا من؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه شروره وأذاه. فكان يؤذيه فذهب الذي يشتكي إن جاري يؤذيني. قال النبي أصبر، هو رحمة، أصبر عليه، أصبر عليه. قال لا أطيق. قال أصبر. قال لا أطيق. قال إذن أخرج متاعك في الطريق، طلع عفش بيتك في الشارع. فأخرج متاعه فسأله الناس الرجل الطيب هذا إلى أين؟ قال جار يؤذيني. فأخذ الناس يلعنون هذا الجار. يا ساتر. فبلغه لعن الناس، أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون. اتقي دعوة أخيك، ظلمته فإن دعوته مستجابة. فلما بلغه قال أعاهد الله ثم أوعدك ألا أرجع إلى أذاك، أرجع إلى بيتك. فلما رجع ذهب الجار المؤذي قال له خلاص بقى تبت إلى الله. لعناته، لعنات المؤمنين. قال تبت إلى الله. فذهب أخبر النبي فقال النبي لبلال اذهب يا بلال. فوقف على باب المسجد قال ألا إن كل أربعين دارا جار. نحسبها وناخد من نقطتنا هنا كده في الصح والجمال نقطة اكتوارية مركزية. ألا إن كل أربعين دارا جار وأومأ إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأمام وإلى الخلف. وكنا قد قدمنا في منتصف التسعينات بحثا في رابطة العالم الإسلامي فذكرت فيه ولو كان في زمان النبي ارتفعت لأشار إلى أعلى وإلى أسفل. أربعين، لو أنك حسبتها أربعين من اليمين ومن اليسار ومن الأمام ومن الخلف وأنت نقطة اكتوارية أو كما يفعل أبناءنا وإخواننا في قوات مسلحة أقواس نيران للحماية، فأنت مطالب بحماية هؤلاء ورعايتهم وليس سبعة. ما شاء الله ما زال جبريل يصيب بجار حتى ظننت أنه سيورثه. أربعين من كل اتجاه، من كل اتجاه. يبقى احنا ضربنا أربعين في أربعة، ها يبقى حضرتك معنا كام في المجموع؟ 160. يبقى أنا مسؤول عن هذه المنطقة بالكامل، أرعاهم أرعاهم. ولو تحقق هذا بالضبط يعني زي العملية الاكتوارية في التأمينات الاجتماعية، اشتراكات بسيطة، معاش، جمع ضرائب للسداد ولبناية. أكيد. هذه أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما ذكرت أختنا الأخت سناء بارك الله فيها أنه قد يصبر على أذى اليهودي، فقده، فقد أذاه فسأل عنه فقالوا مريض فذهب يعوده، فكان سبب في إسلامه. كان يخدمه غلام يهودي يخدمه، فمرض فذهب النبي يعوده ففي مرض الموت، فقال النبي له إلى الغلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى والده يهودي فقال أطع أبا القاسم يا بني، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال لي الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، وأبوه لم يؤمن. يعني احنا في النهاية مستشار خالد بنقول يعني لا وجود مسيرة، يعني مسيرة أو أثر للإنسان في الحياة بدون معلم يرشد. نعم. ويوجه ويشد أزر المجتمع هو الأستاذ، وطبعا مش هنلاقي أفضل من المعلم والأستاذ هو الأستاذ، أستاذ كل أستاذ وملاذ كل ملاذ الله عليه الصلاة والسلام. مستشار خالد أكيد من 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 عناية فهمت إن احنا وصلنا لنهاية الحلقة،
بس نتمنى ان احنا ناخد الدقيقة حديثنا حديثنا الدقيقة الدعاء حديثنا عن النبي موصول، ولو جلسنا الوقت بعد الوقت ولو جلسنا أعمارنا ورزقنا أعمارا فوق أعمارنا ما وفيناه حقه لأنه لا يعرف قدره إلا الله. حتى أننا في عجالة نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم أنت أعلم بقدره، أنت أعلم بقدره وجاهه عندك، فلا نملك نحن أن نصلي عليه، فصلي أنت رب عليه. إذن صلاة على النبي دعاء إلى الله أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأزل حزني وحرصي، وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسني، واكشف لي عن كل سر مكتوم مختوم. يا حي يا قيوم بمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مستشار خالد عبد الصمد أشكرك، وإن شاء الله على يعني نلبي دعوة موصول المشاهدين أيضا أن هم عايزين لقاء آخر في نفس الموضوع، بالأخص كان من المتصلين الأستاذ عصام اللي من القاهرة اتصل بينا. أعزائي المشاهدين، وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج حكاية على الهواء، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.